في شهر رمضان وفي كل المناسبات الدينية بيظهر التكاتف والمودة والمحبة بين المصريين. السنة دي القوموس يونس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر قام بتعليق فانوس رمضان وزينة رمضان قدام مقار المطرانية علشان يشارك المسلمين فرحتهم بحلول الشهر الكريم. على فكرة دي مش أول سنة، كل سنة راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر بيعمل ده علشان يكون في حالة من البهجة والمحبة بين نسيج الشعب الواحد. تعالوا نشوف التقرير. النهارده بنعلق فانوس رمضان اللي احنا اعتدنا سنويا بنعلقه على الكنيسه، ومن ايام قليله عملنا شنطه اهل رمضان في ظل الظروف الاقتصاديه والازمه العالميه. احنا بنصل اللي هم الاكثر احتياجا والمستحقين يعني، وان شاء الله كده خلال شهر رمضان المبارك هيكون في وجبات ساخنه وهيكون في يعني حاجات برضو على الطرق السريعه للي هم مسافرين. يعني احنا بنعتبر انه شهر رمضان فعلا يعني شهر الخير والبركه والتراحم ومليء بالنفحات الروحيه، وفي نفس الوقت يعني ده كمان بيتزامن مع اصوامنا، ودي حاجة كويسة جدا من حكمة ربنا ان الاصوام تتزامن والاعياد كمان هتقترب يعني من بعضها. في نفس الوقت يعني برضو الصوم مقترن بالصلاة، ويعني احنا بنشعر في مصر بان احنا نسيج واحد في وطن واحد، وده اللي بيألف القلوب وبيحبب الناس في بعضها، ان احنا كنا قريبين من بعض وبنحب بعض، ودي مصر الجميلة اللي هي فعلا كانت وما زالت وستكون بإذن ربنا، ان تفضل مصر يعني بشعبها وبأهليها ان كلنا مصريين. وده يعني المبادئ اللي أرساها سيادة وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى المسؤولية، ان شعب مصر هو شعب واحد نسيج واحد، وكلنا مصريين بنعيش على هذه الأرض الطيبة. فكل عام وحضراتكم بكل خير يعني، وربنا يعيد كل المناسبات، ويبقى صوم مقبول ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير.